جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن حكم جلوس النساء والرجال لاستقبال المعزين والمعزيات. كل هذا من البدع التي لا أصل لها. هو الميت يعني قريب الميت والمصاب بموت قريب له يعزى في أي مكان، لا يختص بمكان معين، أينما لقيته تعزيه، في المسجد، في الدكان، في السوق، في أي مكان، ولا يعد لهذا مواعيد وأمكنه وارتباطات. كل هذا من البدع ومن الآثار التي تكلف الناس عنة ومشقة. نعم.